التسقيف لوحده مش كفايه بصراحه. احسنتم جدا زياده عن اللزوم حقيقي يعني. ربنا يخليك. ازيك يا استاذ؟ ازيك؟ عامل ايه؟ نورت 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 نورت. اتفضل اتفضل. ايه الموسيقى البديعه دي؟ انا من الناس اللي من انصار انه الموسيقى هي السر والسحر الحقيقي ورا نجاح اي شيء. عشان الغنوه تبقى حلوه لازم تبقى المزيكا حلوه. ساعات كتير تبقى مزيكا حلوه جدا والكلام كلام فارغ، بس انت تحب الغنوه عشان المزيكا. العمل بتاع جزيره غمام صحيح هو كله حلو، بس الموسيقى حطت عليه سحر مذهل مذهل. يمكن لما كنا بنتكلم في التليفون قلت لك كده، ده سحر مش موسيقى. ربنا الحمد لله. والله هو العمل كله يعني توفرت فيه عوامل النجاح، وزي ما بنقول كده ربنا كان باعت رزق يعني. فالحمد لله يعني الدنيا خدت وقتي في الشغل وفي تنفيذ المزيكا، فده طبعا بيدي كواليتي اكتر للشغل وكده. هل تأليف الموسيقى ممكن يخلي ان المؤلف الموسيقي ده بينحصر في لون، يحصر نفسه في لون، ولا بيألف مزيكا؟ والله رأيي الشخصي ان هو لا طبعا، اللي بيألف مزيكا ده المفروض لو هو يعني عنده مزيكا بجد وعنده مخزون كويس من الموسيقى اكيد هيألف في كل الاتجاهات يعني. بس ده دايما نابع من المخزون اللي عندك، الموسيقي اللي عندك. فانا دايما مثلا انا بحاول طول الوقت اسمع كل اشكال الموسيقى وكل الوانها وكل انواعها، وحتى لما بسافر بره مصر لازم احضر كونسرت لموسيقى مثلا لاهل البلد نفسها، مش يعني بروح احضر مثلا لو انا سافرت مثلا المجر لازم احضر موسيقى مجري اسمع موسيقى مجري اصلي. زي ما احنا هنا بنيجي نسمع مثلا جمالات شيحه الله يرحمها. ويعني الموسيقى اللي هي بتاعت البلد نفسها. فلو ده عندك، لان ربنا بيبقى احنا مواهبنا يعني، ربنا بيدي كل واحد موهبه بس بيبقوا شويه وبيخلصوا، ما عدا العبقره. العبقره ده موضوع تاني. لكن الناس الموهوبين بيدي له كل يعني كل واحد بيدي له شويه كده بيخلصهم. فانت ازاي تنمي الموهبه اللي عندك، وازاي تنمي الشويه اللي ربنا مديهم لك دول، ازاي تكبرهم؟ انك تستمع لكل الوان الموسيقى وتسمع كل انواع، وما تقولش لا ده مش عاجبني. حتى لو مش عاجبك اسمعه، هتتعلم منه حاجه، هتكتشف فيه حاجه.